بيقول لك الورده اندبلت ريحتها فيها، وفي لعيبه كده زي الورد ممكن يجي عليها ايام يدبل فيها، لكن الجوده تشمها من على بعد. كل اللي بيبقوا محتاجينه مدرب صح يطلع اللي عندهم، او فرصه جديده ترجع الحياه لمسيرتهم من جديد، او حتى فريق جماهيره تحتويهم وتحسسهم بالاهميه. ولو عامل من دول توفر، تاكد انك هتشوف نسخ مختلفه منهم تماما. النهارده بقى انا جايب لك قائمه غريبة لكنها مهمة جدا، فيها 5 لعيبة غيروا الصورة عنهم تماما وبينوا للجماهير ان العيب ما كانش فيهم. فترى مين هم بقى؟ كوباية الشاي ابو نعناع التمام، ويلا بينا نشوف مين دول. رقم 5، إيناجو مارتينيز. الصفقة دي لما تمت جماهير برشلونة رقعت بالصوت، ازاي تتعاقدوا مع مدافع كسر ال 32؟ ده جاي يشطب عندنا باين ولا ايه؟ خصوصا ان الفترة دي كان برشلونة بيلم العواجيز طالما جايين ببلاش بقى، وكان كل طموحهم وقتها مدافع شاب. وبداية مارتينيز ما كانتش قد كده برضه، لأنه كان مدافع خامس في حسابات تشافي، ولما بيلعب كان ليه كوارث وليلة باريس تشهد. بس الوضع ده كله اتقلب لما فليك مسك تدريب برشلونه وقال له ما تمشيش ولا انا عايزك ولا معايا ولا، وخلاه يرفض عرض بملايين من الدوري السعودي، لانه عرف دوره مع برشلونه الموسم ده وانه مش هيكون سد خانه ولا حاجه ولا لاعب ازمات حتى. وفعلا لما كمل الوضع بقى مختلف تماما. مش مختلف بس، لا ده بقى متشقلب تماما. اولا هو بقى المدافع الاهم في برشلونه وقائد خط الدفاع الاول. طب ليه هو الاهم بقى؟ لأن مصياد التسلل برشلونة يا صديقي كلها مبنية عليه هو، لدرجة خليته لما بيرفع إيده الجماهير بتطمن وعارفين كويس قوي إنها تسلل فعلا. ده غير روح وقيادة وحاجات تانية كتير علشان يبقى حرفيا واحد شال تراب السنين عن نفسه وصنع لنفسه اسم في خواتيم مسيرته في الكورة، وتحول من صفقة غريبة للاعب الجماهير هتفتكره بالخير، وممكن بعد فترة يتصنف كواحدة من أكتر الصفقات المجانية اللي عملت تأثير مع فريقها. رقم 4، روميلو لوكاكو. تخيل ان مهاجم بالحجم ده ما كانش لاقي فريق يقبل بيه الصيف اللي فات، ولا في الخليج ولا في امريكا، لحد ما قرر كونتي المدرب اللي بيعشقه حرفيا يقرر يضمه لنابولي ويضحي علشانه باوسيمين. وفعلا يا صديقي لوكاكو اثبت صحه وجهه نظر كونتي فيه، او اثبت ان كل اللي محتاجه مدرب واثق فيه وجماهير بتدعمه ومصدقه انه مهاجم كبير. في 9 مباريات في الدوري سجل 4 وصنع 4 وساهم ان نابولي يتصدر الدوري الايطالي، وبقى الفريق مرشح فوق العاده للفوز باللقب، خصوصا ان نتائج باقي الكبار مش قد كده. لوكاكو مهاجم كبير، لا مش في الحجم يعني، لا لا كهداف يعني. وزي ما هو ناجح دلوقتي في نابولي فهو عمل موسم كويس جدا مع روما، وقبله عمل ارقام قياسيه في انتر مع كونتي برضه. فمن جديد مفتاح لوكاكو مع كونتي. رقم 3، نيكولاس جاكسون. كان مسار سخرية جماهير تشيلسي ولعنتهم، وياما صفحات ميمز سخرت منه وكلت عليه عيش ولمت من وراه ريتش قد كده، ما هو ليه لا برضه، وهو استاذ تضيع الفرص والنقط على تشيلسي. لكن العجيب ان نيكولاس جاكسون الموسم ده بقى داخل في سكة دروجبا جديد، وحرفيا باين للكل انه ينفع مهاجم لفريق كبير. الموسم اللي فات كان بيضيع كتير، معاك، لكن دي علامة على انه بيوصل كتير برضه. لكن الموسم الحالي لما بيوصل بقى بيسجل، في تضييع في النص لكن في النهاية، لكنه بقى مهاجم خطير فعلا، وفرق انجلترا بتعمل له الف حساب. 9 مباريات في الدوري لحد قبل مباراة اليونايتد، سجل 6 اهداف وصنع 3، يعني 9 مساهمات في اول 9 ماتشات، وده رقم ما كانش متوقع منه خالص. لكن الظاهر ان تطور تشيلسي انعكس على تطوره هو كلاعب. رقم 2، ديفيد ديخيا. تخيل حارس يفضل سنة كاملة من غير فريق، تخيل، والكل يقول لك خلاص ده خلص وشطب، وتقارير تقول لك بيفكر في الاعتزال وان مفيش فريق عايزه ولا حاجه. ولما رجع كانت العوده غريبه من بوابه فيورنتينا الايطالي، وقرر يضحي باكتر من 80% من راتبه علشان بس يرجع يلعب كوره ويعرف الكل انهم كانوا غلط. والحقيقه يا صديق، الكل قال لك احنا كلنا كنا غلط. في كل اسبوع في الدوري الايطالي في تصدي خرافي لديخيا، في المباريات الكبيره
الجزيرة هو أهم لاعب. يا راجل ده خلى فيرونتينا يكسب ميلان بعد 7 تصديات، ومن داخل الصندوق منهم ركلتين جزاء اللي هي كانت نقطة ضعف عنده أصلا. عودة أقل ما يقال عنها إنها أسطورية ونادرة الحدوث في تاريخ الكورة. وبما إن عقده مع فيرونتينا لمدة موسم واحد، بدأت فرق كتير تتكلم إن ليه ما نجيبش دخية مثلا معانا، وفيرونتينا نفسه عرض عليه ضعف راتبه الحالي علشان بس يجدد معاه. والظاهر إن بعد ما كان مرفوض من الأندية هيبقى هدف أول ليهم خلال الفترة اللي جاية. خلينا بس نستنى كده ونشوف. رقم 1 رافينيا، ومين غيره يا صديقي؟ افضل لاعب في العالم من بدايه الموسم لحد دلوقتي. بس التحول في موضوع رافينيا ده غريب جدا برضه، يكاد يكون قصه ليها العجب. يعني دي صفقه جت ومحدش في النادي طايقها، وجه بمبلغ فلكي في ظل وضع مادي واقع والنادي مش لاقي ياكل، يعمل موسم اول زي الزفت والجماهير تطالب برحيله، يعمل نص موسم تاني يشكك الناس انه برازيلي اصلا، ويبدا سؤال هو ازاي ده لعب كورة يا رجالة، وفي النص التاني بقى يلعب ناحية الشمال ويتحول للاعب مهم جدا في حسابات المدرب والفريق. لكن في الصيف يرجع الكلام عن بيعه من تاني، والجماهير تقولك يغور يا عم، بس يجي إيناكي ويليامز علشان وسط كل ده يجي هانزي فليك ويقول لك لا الواد ده لازم يكمل معايا، ده في حاجه غلط. ويبدا الموسم ورافينيا يبقى معشوق الجماهير الاول وبطل الشعب حرفيا. باشا جماهير برشلونه بقت بتراهن على رافينيا اكتر من لامين يامال، ولو في ماتش كبير بيبقوا عارفين ان رافينيا هو اللي هيخلص. انت متخيل؟ رافينيا لعب 15 مباراه سجل 11 هدف وصنع 9، يعني 20 مساهمه في اول 15 مباراه من الموسم. مش بس كده، ده سجل في الريال صنع كمان، وسجل هاتريك في الباير، وسجل في كل المباريات الكبيره. فهل بقى لو سالت واحد من جماهير برشلونه هيقول لك رافينيا يمشي؟ بالعكس هيقول لك اي حد يمشي وفريقنا ما عدا رافينيا حبيبنا. القايمه دي ممكن يبقى فيها ناس تانية كتير، مستني اعرفهم منك انت واعرف في رايك مين هو اكتر لاعب غير قناعاتك عنه، او زي ما بيقولوا نفض التراب عن نفسه. لان زي ما قلت لك يمكن اللاعب بس محتاج فرصه، او جمهور يشجعه، او مدرب صح يوظفه بالشكل اللي يبين قدراته. نادرا ما بيبقى فيه لاعب سيء، بس كتير في ظروف سيئه خرجت لاعب سيء. وبس يا سيدي هي دي قائمه النهارده، مستنيك تقول لي رايك في الكومنتات، ومستنيك كمان تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد. سلام يا صديقي.